السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف البيم سيرفر دوت سنتر ازاي انشئ فيه مشروع، بحيث ان انا لما افتح اي برنامج من البرامج بتاع سايب الاقي المشروع بتاعي موجود. هاجي اقول له هنا كرييت نيو بروجكت وابدا اسميه اي اسم. تمام، خلينا نسميه مثلا اليكس، تمام، بالنسبة للاسكندر الاكبر، ونخليه ايدوكيشنال. هو له نكست. هيبدا يقول لي بقى المشروع ده يظهر عند كل الناس ولا انت بس اليوزر بتاعك بس، والكولابريشن ريكويست. اقول له كرييت نيو بروجكت، فيبدا يظهر المشروع ومفيش اي حاجه موجوده فيه. فخلينا مثلا نفتح، طبعا لما بتكتب سايب بتلاقي اكتر من حاجه، انا هختار الاركتكتشر. فهقول له نيو واقول له اكسبت، فهو بيقول لي سيلكت بروجكت، فلاقي اليكس موجوده اهيت، اكسبت. خلاص انا كده اخترت المشروع اللي اسمه بروجكت، وهبدا ان انا افتحه وابدا اشتغل عليه. وبعد كده هيبدا يظهر معايا ثابت في قلب الملفات الفول للمشروع ده. كده تقدر بقى تشتغل في اي برامج من البرامج بتاعت سايب. يعني ممكن تيجي هنا وتبدا تقول له مثلا انا عايز ارسم، مثلا تبدأ بعد ممكن تديله حاجات ثابتة مثلا الويتس والهاي، خليه مثلا 10 وخلي ده 11 بالشكل دوت. اهو اترسم، هو بيحدد، يقول لي بس حدد الاتجاه اكستروشن. نبدأ نحدد الاكستروشن. ممكن تبدأ تقول له بقى انا عايز ارسم مثلا ارك، هنرسم من هنا مثلا كده. ممكن اقول له مثلا لاين اهو، من هنا لهنا. وبعد كده ممكن نقول له احنا عايزين نعمل اكستروشن مثلا للجزء ده بس اهو. وبعد كده الضلع ده احنا عايزين مثلا ايه نعدل فيه، فتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. او ممكن تيجي هنا في ارتكشر وتقول له بقى انا عايز ارسم مثلا فيرتيكال اليمنت زي الوول مثلا اهوت. بيقولك بقى حدد نوع الحيطة اللي انت عايزها، ممكن ترسم كده كبول لاين. بالشكل دوت تقدر ترسم اوبننج. حسب بقى ما تحط انت الويتس والهاي والمواصفات اللي انت عايزها. ممكن تاخد سيكشن في اي حتة انت عايزها، كرييت سيكشن من هنا لهنا مثلا، وتحدد الاتجاه السكشن هيبص فيه، فيبدأ يظهر عندك السكشن بالشكل دوت. وزي ما انت شايف هو مرتبط بحاجات كتير اوي، فممكن تقول له انا عايز اكمل الشغل مثلا في حاجات في الفيتنج او في الحصر او حاجات الكتريكال او اربن بلاننج او ستراكشر اناليسيز. ان شاء الله نشرح كل حاجه خاصه بالسايب في الدروس القادمه باذن الله.